مساء الورد، مساء الحب، مساء الأمان. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم ارحم امي وابويا يا رب، واغفر لهم ويرحم كل الاموات ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. طبعا انتوا عارفين انا عندي هنا في القناة بشارك معاكم اي حاجة بحب استخدمها او اي وصفة اي حاجة. تمام. طيب، من ضمن الحاجات اللي بحب استعملها جدا بزلين. ماركة بزلين اصلا يعني براند كويس قوي، وفي نفس الوقت يعني يعتبر الاغلبية بيجمع ان هو فعلا حلو جدا. كلمتكم قبل كده عن كريم البشرة، عن الكريمات، عن الديدرون بتاع القبط، وقلت لكم قد ايه هو فعلا من يعتبر من احلى واجمل الديدرونات بتاعة التعرق يعني. تمام. هو وكذا نوع تاني، بس بما اني بتكلم على بزنين النهارده فبحدد لكم عنه. طيب، انا النهارده جايبه عرض عجبني جدا، فبصراحه حبيت اشاركه معاكم، يمكن انتوا كمان تحتاجوا العرض ده. اول حاجه، العرض انا جايباه من الصيدليه دي، طبعا بس تقفل الفاتوره عشان العنوان فيها الصيدليه الدوائيه. تمام. بيوصلوا في اي مكان، انا موصله لغايه البيت فري. تمام. بصوا يا بنات، الصابونة دي قبل كده لما كنت جايباها معاكم من مركز سلطان لو تفتكروا، كان سعرها ب5 دنانير وشوية. تمام. ده السبراي بتحطيه على المنطقة الحساسة، أي مكان في المنطقة الحساسة، بعدها بتلبسي الملابس بتاعتك. هو فيها بودرة وفيها حاجات بتمنع التعرق وفي نفس الوقت ترطب كويس جدا المنطقة، وبتعمل الترطيب مع تنشيف المية. هو يعني ده يعتبر بصوا روتين للمنطقة الحميمة. تمام. بس هو ايه روتين؟ انه بيرطب. ده صابون بينظف وفي نفس الوقت بيشيل اي حاجة، وفي نفس الوقت بيرطب المنطقة. وبرده السبري نفس الشيء بيرطب. وطبعا الكريم بتاعها اللي هو كريم المناطق الحساسة بتستعمليه ازاي؟ بتغسلي يا اما بالصابونه يا اما بالغسول، لو عندك الغسول اي حاجه منهم، الغسول اللي فيها ورتركم وكلمتكم عنه، او وبعد كده بتنشفيه كويس وبتحطي من السبراي ده وتحطي الكريم بتاعك. هو ده الروتين. تمام. تمام، ماشي يا حبايبي. يلا، انا حبيت بس اشارك معاكم الفيديو ده، ومن ناحيه ان هو جميل رهيب، مفيش نقاش، يعني مفيش نقاش عليه، بزنين اصلا ما يختلفش عليها اتنين. لو عايزه حاجه للتعرق القباط، تمام، ومحتاجه حاجه قويه جدا في الحر والعرق ده، خدي ال لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب، خدي الدرون من عندهم اللي هو الرول. تمام. خدي من عندهم، جميل جدا 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 جدا. يلا حبايبي، اقول لكم باي باي، وما تنسوش الدعاء لكل الاموات، لكل الاموات، يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويجعل روضهم روضا من قبرهم روضا من رياض الجنه يا رب. اللهم امين يا رب. استودعكم الله، ونتقابل فيديو جديد. باي باي.